السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم وزيد وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. اخواتي وحبايبي الكرام، بجد لكم انا معاكم من قناة تربية الأرانب والطيور مع أبو نرمين. ما تنساش انزل تحت اشترك في القناة، سبسكرايب، فعل زر الجرس، ادعم الفيديو بلايك. حلقة النهاردة يا شباب نتكلم عن الرعاية والعناية بتاعة الأرانب، وايه هي أفضل الرضاعة اللي أنت ممكن تستخدمها بالنسبة لل الارانب علشان تنجح في مشروع ارب شباب. فمن فضلك كمل الحلقه بتاعت النهارده، وشوفوا يا جماعه الحنان بتاع الام على عيالها، وهم يا جماعه قاعدين برضعوا من ايه. يلا يا جماعه اطلعوا بره كده. هم يا جماعه كانت الام بترضع، يا جماعه بترضع عيال، فحبيت ان استغل بقى الفرصه، تمام، واصور لكم فيديو يا شباب. وشوفوا حنان الام يا جماعه بترضع عيالها، مفيش اجمل من كده يا شباب، مفيش اجمل من الرضاعة الطبيعية، مفيش أجمل يا جماعة من الرضاعة الطبيعية اللي هي تسيب الأم ترضع عيالها مباشرة بدون ما تتحكم أنت فيها أو تحبس الخلفات أو تحجز الأم يا جماعة عن عيالها، لأن ده يا شباب يأثر على الخلفات وبأثر على صحة الأم. هتقول إزاي يا أبو نرمين؟ هقول لك أوقات لما اللبن بيسخن وبيتقل في درع الأم بيعمل مشاكل عند الام، واوقات هرمون اللبن بيقف فيعمل مشاكل عند الام ويكون يحصل لها تحجر في الدرع بتاعها ويحصل لها التهاب في الدرع بتاع اللبن، تمام. كمان يا شباب الخلفات لو ما خدتش حقها في الرضاعه بتكون الخلفات هزيله وضعيفه، يعني بمعنى اصح الارانب ما بتحولش معاك في التحويل بعد الفطام، وبتيجي تفطم الارنب بتلاقي وزن الارنب يا شباب صغير جدا وضعيف جدا وقت الفطام، ما بتلاقيش يعني الارنب مش مكمل معاك نص كيلو. ليه؟ هو ما يشبعش رضاعه، ما يشبعش رضاعه. طبعا من ضمن المشاكل اللي ممكن تواجه تلات ارباع مربيين الارانب او مربين الارانب اللي بيرضعوها يا جماعه رضاعه حبيسه، ان الام لما بتفضل حاجز عيالها عندها مدة 15 يوم رضاعة حبيسه، اول ما بتفتح للخلفات وتبدا تطلع ورا الام فتبدا الام تضرب الارانب. ازاي كده بنرمي؟ ايوه حبيبي، اوقات الام تضرب الارانب علشان بتبقى مستغربه ومفكره دول مش عيال رغم ان هي امهم وبترضعهم رضاعة حبيسه بقى 15 يوم محبوسين، تمام يا شباب. فبتبدا تواجه مشاكل الام تبدا تضرب عيالها يا جماعه. ما شاء الله شفنا شباب ارنب حريته بتفقلس وبتحرك وبيلعب وبقطف قطفه كده وقطفه كده وبيملى بطنه جنب العلف. يا جماعه الارنب طالع ورا امه بيشرب بيرضع منهم، بيرضع منهم يا جماعه. النهارده يا شباب 28 10 28 10 والارنب ده يا جماعه مولود اهوت يوم 13 10 مولود يا جماعه 13 10 وانا لقحت الام يوم 27 10 تمام. الارنب ده يا جماعه مولود 13 10 يعني ده بقى له بالظبط كده يعتبر 15 يوم. عمر الارنب ده يا جماعه 15 يوم اهو ما شاء الله، ده 15 يوم يا شباب، تمام. طالع مع عمه بيرضع من امه، تمام، انت مش شايف الام ما بتضربوش. اوقات الرضاعه الحبيسه يا شباب هنا بتواجه مشاكل عند الام، تبدا ان هي تضرب عيالها، ومجرد ما يطلعوا بره معاها تبدا الام تضرب يا جماعه الخلفات، ماشي. تكلمت تبدا تضرب الخلفات يا شباب، ماشي، بسبب انها بتبقى مفكره ان الخفات دي مش عيال. يا جماعه وين مش البيت اللي بيبقى نضيف ده الشعر بتاعهم يا جماعه، هيت ماشي، حاجات ما شاء الله جميله جدا. ظهر انا بقى ازاي ان شاء الله عمره 15 يوم يا جماعه، عمره 15 يوم ربنا يبارك.
فانا حبيت برضو ان اقول لكم ان انا مش برضع يا جماعه رضاعه حبيسه، انا برضع رضاعه مفتوحه، برضع رضاعه مفتوحه اهو نفس الطريقه اهو. ماشي يا شباب، ما رضعش انا حبيسه يا جماعه، ماشي اهو. ده برضو مورد يا جماعه 15 10، مورد 15 10 ان شاء الله. ان شاء الله بسرعه نبقى معاهم زي الفل. وده مواليد 13 10، دول بعد منهم بيومين اهو ان شاء الله ربنا يبارك. والام اتلقحت هنا برضه يا جماعه خير يا شباب ان شاء الله، فين العلافه اهو ربنا يبارك، ربنا يبارك يا جماعه ان شاء الله. الام وهيال ان شاء الله ربنا يبارك يا جماعه. السنه واحده مرن مر اهو ان شاء الله خير يا جماعه. في ده برضه نفس الطريقه يا شباب، في برضه على العلاوه بياكلوا يا جماعه ان شاء الله ربنا يبارك. فانا برضه يا جماعه مش بنبخل عليكم بحاجه، بنوريكم كل اللي عندنا بس بحاجه واحده خبرة. يا جماعة ما شاء الله حاجة ما شاء الله تفرح. يا شباب تعالوا اوريكم يا جماعة الأم اللي ولدت لسه ورا لكم. يا شباب من يا جماعه فرد ولد يا جماعه ما شاء الله. يلا بقى نشوف الشباب يا شباب. بسم الله الرحمن الرحيم. يا جماعه الام الوالده امبارح ان شاء الله حاجه روعه الروعه. تعرف ازاي الارنب راضي؟ بتلاقي بطن الارنب كده مليانه كده يا جماعه، بطل الأرنب بتلاقيها ملانة فيها لبن. يا جماعة شايفين؟ أنا مستكانة ازاي؟ أسلفر جايبة 8 يا جماعة، 5 أسود هيبقى سلفر أو اسكندرية أهو، وواحد بابيون واتنين أبيض إن شاء الله ربنا يبارك. فطبعا يا جماعه حبيت من خلال حلقه النهارده يا شباب ان شاء الله شوفوا الفطمه يا جماعه. ده يا جماعه للبيع حته سلاليات ان شاء الله، وبرده يا جماعه حته سلاليات برده للبيع ربنا يبارك. بقرة دول سبع بقرة ان شاء الله ربنا يبارك يا جماعة ان شاء الله. شوية شغل على الجد اهوت ده برضه يا جماعة سلالة يا ذكر ربنا يبارك. شوية مع الأم يا جماعة خايفة على عيالها، حنان مش بعد حنان ربنا يبارك. شوف يا شباب شوف سمك ده والله تحت بطنها اهو بيرضعوا منها يا شباب اهو. شوف الارنب مد بقه بيرضع من امه مع نفسه ده بره. انا لقيت الام يا جماعه واقفه بتطلع بره، واقفه بره يا جماعه بيرضعوا منه، واقفين هم فين بره. فقلت استغل بقى فرصه وانا كنت بقى ببص على بصه كده يا شباب، قلت استغل فرصه عمرها ما اصور لكم ايه، ما اصور لكم فيديو عشان ان شاء الله راح نكنس كده وننظف تمام. فقلت اصور لكم ايه فيديو يا شباب اهو برضه يا جماعه. قرب نبي ازاي تحت امه ومن الجنب الثاني اهو
ايه من الجنب التاني يا شباب؟ اهو شايفين؟ يا جماعه الفرق بين الرضاعه الصناعيه وبتاع الرضاعه الطبيعيه والرضاعه الحبيسه. انا مش برضع رضاعه حبيسه. الرضاعه يا جماعه الحبيسه معنى اصح بتداري عيوب العلف، بتداري عيوب العلف وبتداري عيوب الام، انك انت بتضطر الام يعني بتشرب من امها غصب عنها، غصب عنها، تمام. فالافضل انا عن نفسي برضع رضاعه طبيعيه، يعني ما برضعش حبيس. سيب الام ترضع عيالها رضاعه مفتوحه، الام اللي بتتحكم في الرضاعه مع عيالها يا شباب. طبعا انك اتعلقت النهارده لو انت بقى لسه ما اشتركتش عندنا في القناه، ما تنساش انزل تشترك في القناه وفعل زر الجرس وادعم الفيديو بلايك. اشكركم لحسن المتابعه، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.